اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ايمن، النادي الاهلي بيستعد لمرحله صعبه جدا في الموسم، البدايه ان شاء الله 16 فبراير. شايفين المرحله دي اللي خلال الفتره اللي جايه ازاي، ونستعرض واحنا بنتكلم مباريات النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. طبعا زي ما قلنا قبل كده كابتن اسلام مع حضرتك في اكتر من مره، ان اللي فات كان حاجه صعبه واللي جاي اصعب. يعني دي المباريات المعلنه حتى الان، وارد طبعا الدنيا تتغير فيها، ما نعرفش فيما يخص المحلي يعني، لكن دي المعلنه حتى الان. ترتيب المباريات، بص كابتن اسلام عدد المباريات قد ايه في شهر. المباراه البدايه طبعا مع شباب بلوزداد، دي مباراه مؤجله يوم 16، دي مؤكد يوم الجمعه. وفي ميدياما يوم 23، دي برضو الجمعه اللي بعدها في الجوله الخامسه لدوري ابطال افريقيا، ودول مؤكدين. طيب مباراه طلائع الجيش هي لسه موجوده في الجدول، فدي احنا عايزين نتكلم عليها في مثال صغير، ان المباراه دي لائحيا يجب ان تؤجل. صحيح. يجب، مش يعني ده مش لازم النادي الاهلي يطلب، لا ده يجب ان تؤجل. ليه؟ لان في لائحه ممكن نطلعها وبعد كده نرجع تاني للجدول الماتشات. ان الماتشات في دوري ابطال افريقيا او اي نادي بيشارك في بطوله افريقيه او عربيه ما بيطلبش تاجيل، الا لان المباريات تتلعب في اليوم الثالث، المباراه الافريقيه في اليوم الثالث من المباراه المحليه لو هنا في مصر، وفي اليوم الرابع لو هي خارج مصر. هنا احنا بنتكلم في مباراتين خارج مصر في فتره زمنيه، اي مباراه هتتحط في النص مش هتحقق المعايير دي. أوكي. فهنا دي يجب ان تؤجل. في امثله حصلت، عشان برضو الناس بتطلع تقول يا كابتن اسلام هو النادي الاهلي بس اللي بيتاجل له. لا، السنه دي حصل ان نادي بيراميدز لعب مع نوازيبو الموريتاني في موريتانيا يوم 2 ديسمبر، تم تاجيل مباراه الجونه في النص في الدوري، ولعبوا بعد كده يوم 10 ديسمبر مع سان داونز في جنوب افريقيا. حقيقي. تمام كده. الزمالك لعب مع نادي سوار. دي اللائحه الاول. دي اللائحه بالظبط كده. الانديه التي ترغب في المشاركه في بطوله العربيه الافريقيه عليها الالتزام بالمواعيد المعلنه بالجدول دون طلب ادخال اي تعديل على التوقيتات المواعيد او طلب التاجيل. اهو اللي جاي بقى، بحيث تقام المباراه المحليه للنادي على رابع يوم. امتى؟ في حاله اذا كانت المباراه الافريقيه او العربيه خارج مصر، وهو ما ينطبق. اكمل بس بقيه الجمله دي. وتقام المباراه المحليه على ثالث يوم في حاله اقامه المباراه الافريقيه او العربيه داخل مصر، وهو ما ينطبق. اللي جاي بقى تعالى لي. وهو ما ينطبق على النادي الاهلي في هذه الحاله، ان هناك مباراتين، مباراه يوم 16 فبراير ومباراه يوم 23 فبراير. اذا لو طبقنا هذه اللائحه على النادي الاهلي، مباراه يوم 16 فبراير امام شباب بلوزداد هتبقى يوم 16، يبقى انا المفروض العب يوم 20 لو طبقنا هذه اللائحه. فالمفروض انت هنا عامل طلائع الجيش يوم 19. فهي كده يجب ان هي موجوده، كده يجب ان تؤجل دون ان نطلب يعني. بالزبط. برضو وقلنا نادي الزمالك، واحنا بنستكمل الجد، نادي الزمالك لعب يوم 3 ديسمبر، كان يوم حد مباراه هنا في مصر مع سوار الغيني هو اللي استقبلهم، وبعد كده تم تاجيل مباراه الاتحاد السكندري كانت في النص ما بينها وبين مباراه سجراده، لان مباراه سجراده اتعدل ميعادها، بدل ما تلعبوا الحد لعبوا السبت، فما كانش ينفع رغم ان المباراتين في مصر، ولكن طبقا للمعايير اللي في اللائحه تم تاجيلها. الموسم الماضي يا كابتن اسلام نادي الزمالك لعب مع المريخ في ليبيا يوم 17 فبراير، كان يوم جمعه. أيه. اتاجل له مباراه سيراميكا في النص، بعد كده لعب الترجي في تونس. صحيح. النادي الاهلي نفسه لعب يوم 11 مارس اللي هو كان السبت مع سان داونز في جنوب افريقيا، اتاجلت له مباراه طلائع الجيش في النص، ولعب القطن في جروه يوم 17. فعشان بس احنا بنقول ليه كده، مش عشان حاجه، عشان البعض اللي ما بيبقاش واخد باله لما بيطلع يسرح في كلامه ويقول ده النادي الاهلي يرجع يلعب وكمان هتاجلوا له ماتشات في الدوري. لا يا باشا، دي اللائحه وده النماذج بتاعتها اللي حصلت. فعشان كده بنقول ان النادي الاهلي الفتره اللي جايه عنده ضغط مباريات كبير جدا في بطولات مختلفه، بنتكلم في دوري ابطال افريقيا، استعادت يعني موقعه في الدوري، في بيراميدز، في انبي، لو في نهائي كاس مصر، وعندك نهائي كاس مصر امام نادي الزمالك قبل التوقف الدولي القادم لو يوم 18 مارس. فكل دي مباريات اعتقد الجهاز الفني في الفتره المقبله هيتعامل معاها بالشكل الامثل يعني.
تحديات كبيره طبعا، اجنده زحمه جدا، الواحد لما بيبص للماتشات بتاعت مارس دي بيتخض. يعني تسع ماتشات، تسع ماتشات، نتمنى ان هم يبقوا 8، بس برضو حتى 8 هو عدد كتير. عدد كبير جدا، وفي سفر يعني كتير. تسع ماتشات او تمام، حتى الان تسع ماتشات لغايه لما نشوف موضوع طلائع الجيش. بس زي ما قلت لحضراتكم، هم طلائع الجيش يبقى 1 2 3 من يوم 16 فبراير ليوم 17 ديسمبر، تسع مباريات. تسع مباريات عدد كبير جدا، حتى لو 8 هو عدد كبير جدا، خصوصا ان في اكتر من رحله بره. احنا هنلاعب بلوزداد بره، هنلاعب ميدياما بره، هنلاعب ماتش الزمالك غالبا هيكون في الامارات، فاحنا بنتكلم برضو في ان في اكتر من سفريه، فهيبقى في ارهاق كبير للعيبه. لكن هذا هو الوضع وهذا هو القدر، وهو ده قدر النادي الاهلي وقدرنا في مصر ان احنا نلعب بهذه العشوائيه يعني، ونوصل ان الموسم بياخد معانا سنه. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نخرج من من مارس احنا واقفين على رجلينا كويس في كل البطولات، استعدنا موقعنا في الدوري واكدنا الصداره في افريقيا، وفوزنا بالكاس وجبناها هنا واحتفلنا زي كل مره ان شاء الله.